ناشد المواطنون في قضايا الدوشيل الجهات المعنية تفعيل الدور الرقابي على أسعار المواد الغذائية والبضائع ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن، خصوصا مع قرب شهر رمضان الكريم، إضافة إلى استثمار ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية لإنعاش اقتصاد البلاد. فضل الأنصاري والتفاصيل. على الرغم من الإجراءات والقرارات الحكومية الأخيرة التي تهدف إلى الحد من الغلاء في الأسواق، لكن أسعار المواد الغذائية الأساسية أخذت تتسابق مسجلة أعلى الأسعار، مرهقة كاهل المواطن الفقير وأصحاب الدخل المحدود الذين يعانون ظروف معيشية صعبة. اليوم يعني مع اللحظة يمر علينا احنا كعراقيين الارتفاع الأسعار وارتفاعها بشكل يعني مخيف. أين الدور الحكومي؟ أين الحكومة من هذا الارتفاع؟ يعني هل إحنا يعني ملاحظنا هذا الارتفاع إلا في زمن الحصار عندما كان العراق محاصر بالتسعينات، واليوم يعني ما وصل سعر المواد الغذائية إلى ما وصل إلى سعر اليوم. يعني شنو اللي تغير؟ النفط بالارتفاع يعني وصل 140 دولار للبرميل الواحد، وما نلاحظ أي شيء. يعني ما لاحظنا أنه أكو فرق، بالعكس أنه ارتفعت الأسعار بسبب جشع التجار وعدم وغياب الرقابة الحكومية. أين عم يسعر تحكي عنها؟ بطل الزيت يوصل 4000 دينار، شنو بس حاجيني؟ من اللي يقدر يشتري 4000 دينار بيومين؟ اللي عنده 4 نفرات هو بيومين يخلصه. يوميته 15000 دينار يشتري بطل زيت بأربعة جيز الطحين. الطحين هذا اللي كانت ما حد يفكر يصعد إلى مبلغ 40، هسه وصل 50000 دينار. وين راح تعيش هاي العالم؟ فيا عمي ارحم الوادم واتبه على هاي الفقرة. فيما طالب آخرون بتفعيل الدور الرقابي على الأسواق ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطن، فضلا عن استغلال ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية لإنعاش اقتصاد البلد بما يحقق الرفاهية للمواطن وتحسين واقعه المعيشي. دهن الزيت ب4000 أو ب5000، زين هو يوميته 10000، 5000 المن يخليها؟ المن كيس الطحين ب25000، وهو يوميته 10000، شلون يعيش؟ شلون يطلع اللقمة مالته؟ صعبة الحياة حيل صارت. يعني المواطن العراقي يعني نهونهي، بدولك بالمي قطعوا عليه المي عطشوه، صعدوا لك عليه الدولار خلوه ما يقدر يتنفس، صعدوا عليه المواد الغذائية كلها، قطعوا عليه الاستيراد على اساس يخلونه يرتاح. هو انت قاطع استيراد، منتوج عراقي قليل، شلون تقطع الاستيراد؟ ارتفاع جنوني في اسعار المواد الغذائيه الاساسيه مثقله كاهل المواطن بالرغم من ارتفاع سعر النفط عالميا. لقناه صلاح الدين الفضائيه فاضل الانصاري، قضاء دجيل.